والمصلحة قال شعب الإيمان بدعنوان 60 70 شعبة أعلاها قوله لا إله إلا الله. نكثر لصفنا قلوبنا هي ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع الحضور ما أمكن، لأنه جماعة عبد الإحسان بدون ذكر ما كاين والو. صحبة الجماعة مزيان، انتم شكون؟ جماعة عبد الإحسان واجبين نكون معكم. إوا خصك تكمل، خصك تكمل. أشنو من بعد صحبة الجماعة؟ هادا جيتي بغيتينا حبيتينا، مرحبا بك. بسم الله عزيزي، خدمة خدمة الخدمة. الذكر الذكر هو كذا وكذا وكذا وكذا، نبدأ بلا إله إلا الله ونكثر منها. كم بعض الناس غافلين عن الله يقولون اذكرها مرة واحدة بركة. المسلم قال أكثروا، والإكثار الإكثار يكون بكيف، كيف الإكثار؟ واحد قال لك 100 بركة، قل له ما تكفيش. فنحن نقول في جماعتنا أقل أدنى ما ينبغي أن يذكره أحدنا 3000 من لا إله إلا الله، 3000 مرة. هذا قليل قليل جدا. من الإخوان من يذكروا 30000، من يذكروا 40000، من يذكروا 100000، من يذكروا أكثر من ذلك بكثير، أكثر من 100000 بكثير. فإذا نكثر من لا إله إلا الله، كلما ازددنا من هذه الكلمة الطيبة يطيب قلبنا ويطيب إيماننا.